بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الواقع أيها الأحباب الكرام أننا نحن نتذاكر الأشياء التي يعني نغصت فيها قريش العيش على المسلمين، فإنهم ما تركوا بابا من أبواب الإيذاء إلا وفعلوه. ولكن أيضا يعني لما حاولوا مع أبي طالب مرة ومرة ومرة، ووجدوا أن أبا طالب لا يستجيب أو لا يستطيع أن يفعل شيئا، فحاولوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في حياة أبي طالب، ولكن اشتد الإيذاء بعد حياة أبي طالب، بعد ما وفاة أبو طالب يعني اشتد الإيذاء. مرة كان صلى الله عليه وسلم جالسا في الحرم، وبالجهة المقابلة كان يجلس مجموعة من زعماء قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة أخوه وأمية بن خلف وأبو جهل ومجموعة، فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الجهة الأخرى، فقال لهم عتبة بن ربيعة، قال: ما رأيكم يا قوم أن أقوم وأعرض على محمد صلى الله عليه وسلم بعض العروض لعله يستجيب لي؟ قالوا: قم يا أبا الوليد. فقام عتبة بن ربيعة، طبعا هذا عتبة بن ربيعة من جئت أعرض عليك عروضا لعلك تقبل بشيء منها. فقال: قل يا أبا الوليد. قال: إنك جئت بشيء فرقت فيه جماعتنا وعبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وعبت ديننا ودين آبائنا وأجدادنا، فإن كنت جئت بما جئت به تطلب مالا، إذا كان أنت يعني من هالعمل هذا الذي تأتي به جئت تطلب مال، فنجمع لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، نجمع لك مال لحتى تصير أغنى رجل في قريش، وإن كنت جئت بما جئت به تطلب شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك. شلون يعني الشريف في قومه بيرجعوا له بالاستشارات ويسترجعوا له بالأمور المهمة، وإن كنت تبغي شرفا شرفناك أو أعطيناك ذلك فلا نقضي أمرا دون مشورتك، وإن كنت جئت بما جئت به تطلب ملكا ملكناك علينا، ساوي لك ملك وبنساوي لك تاج وبنقول صرت ملك قريش، وإن كنت جئت بما جئت به تطلب يعني النساء جئنا لك بأجمل بنات العرب وزوجناك إياها، من زوجك أجمل بنات العرب، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن، وأنت يعني كأنه يقول أنه أنت مسحور
أو الجن مسيطر عليك، ما أنك أسنان يعني تتصرف، طلبنا لك الطب حتى تشفى مما أنت فيه. هاي عروض. فحين ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنتهيت يا أبا الوليد؟ هاي العروض اللي عندك خلصت؟ قال: أجل. قال: إذن فاستمع، فاسمع. فحين ذلك قرأ عليه صلى الله عليه وسلم يعني بداية سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وقرأ عليه هذه الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني بعد هذه الآيات وما فيها من البيان، فإن اللهم صل على سيدنا محمد، وصل إلى هذه الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، يعني صاعقة تأخذكم وتبيد خضراءكم ولا يبقى منكم مخبر، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة بن ربيعة وكأنه وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم أن تقف، ما عاد يتحمل يعني تتمة الآيات. ثم قام ورجع إلى قومه وقد تغير وجهه، فقال أبو جهل لمن شافه، قال: والله إن عتبة رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به، غير وجهه، تأثر من سماع القرآن. فماذا قال لهم؟ قال لهم: يا قوم، إن محمدا جاء بأمر والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو من قول البشر، فأنا أرى أن تتركوا، فإن كان ما جاء به الحق وانتصر على قبائل العرب فشرفه شرفكم، وإن كان يعني الذي جاء به باطل فاتركوه لقبائل العرب فهي تقضي عليه، يعني أنتم تتركون هذا الأمر لغيركم فيقضي عليه. فقال أبو جهل: والله ما هذا برأي يا أبا الوليد. ما حتى في رواية أنه قال: إن محمدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا عرض على عتبة مالا من أجل أن يدخل في دينه. طبعا يعني هذا من افتراءات أبي جهل. فقام وقال: اجمعوا لي مال. فجاء كل رجل بكيس من المال أو بصرة من المال، فوضعهم أبو جهل كل هذه الصرة في كيس واحد أو في صرة كبيرة، ثم جاء إلى عتبة وقال: خذ يا أبا الوليد. قال: ما هذا؟ قال: مال. نحن سمعنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم يعطيك مالا من أجل أن تدخل في دينه. قال: أنا محتاج المال أو أن محمدا يعطيني مالا حتى أدخل في دينه؟ قال: نحن كمان نجمع لك مال حتى ما تدخل، فنحن نعطيك أكثر مما يعطيك محمد. فحين ذلك قال له كلاما يعني شديدا وقال: ويلك يا أبا جهل، يعني تتهمني بأنني فقير أو محتاج، والله إن عندي من المال أكثر مما هذا. ثم أعلن أنه لا يزال على دين قومه وعلى دين قريش. هذه تقريبا آخر الحوادث من حوادث الاحتكاك، يعني وقريش حين ذلك يعني قالت أنها ما عاد في فائدة من الحوار، ما عاد في فائدة من الحوار. طيب ما العمل؟ شو العمل إذا ما في فائدة من الحوار؟ قال: اجتمعوا هؤلاء وقرروا قرارا يعني مخيفا. شو هو القرار؟ اجتمعوا في مكان يسمى خيف بني كنانة في وادي المحصب،
وتحاوروا كيف الحال. قال نضغط أكثر على أبي طالب، بل نضغط على بني المطلب وبني هاشم يعني، ونقاطعهم جميعا. طبعا هم كانوا قبل ذلك يعني بدأوا يظهروا الوجه المكفهر والوجه الشرير ويهددون، فأبو طالب حين ذلك خاف على ابن أخيه، فجمع هو بني عبد المطلب، بني المطلب وبني هاشم، وقال لهم يا قوم إن هؤلاء يريدون أن ينالوا من ابن أخي، وهذا ابن أخي تعرفه يعني غالي علي ويعني أغلى من أولادي، فأنا أريد منكم أن نتعاهد على أن نحمي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة كانت في مسلمهم وكافرهم، يعني إذا كان بعض بني هاشم أو بني المطلب قد أسلم ولكن البعض ما أسلم، فأخذ العهد على الجميع أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن أخذ هذا العهد حتى سمع بما اتفقت عليه قريش، ثم جاءوا برجل كاتب وجاءوا بقرطاس أو بجلد وقالوا اكتب هذا ما تعاهدت عليه قريش ضد بني المطلب وضد بني هاشم، أنهم لا يبيعونهم ولا يبتعون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يتركون لهم طعاما يأكلونه. مقاطعة يعني إذا جاء طعام فهم يشترونه أو يعني يزيدون عليهم في الثمن حتى لا يستطيعوا أن يشتروا هذا الطعام. كتب هذه الوثيقة بغيض، سبحان الله يعني هذا الاسم، بغيض ابن عامر ابن هاشم، فهو الذي كتب هذه الوثيقة أن قريش يعني تحالف مع بعضها ضد بني هاشم وبني المطلب، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. هاي يعني شو بقوله، أبشع وثيقة في التاريخ. فلما فعلوا ذلك ويعني شعر أبو طالب أنهم يتآمرون على قتل ابن أخيه، فانحاز ببني المطلب وبني هاشم إلى شعب. كان أبو طالب له شعب، شو له شعب؟ يعني وادي كامل هذا له، ولا يزال معروف في مكة حتى الآن أن هذا المكان شعب بني طالب، شعب أبو طالب، وهو واد بين جبلين، وهذا بصير يعني أقوى في الدفاع أن الناس كلها محاصرين. فخرج هؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب كلهم برجالهم ونسائهم وأطفالهم وجلسوا في هذا الشعب، طبعا جعلوا خيام أو من دون خيام ولكن ينتظرون ماذا سيحدث. بداية الأمر كان مع منهم طعام، أيام بدأ الطعام يعني يفقد يخف ما في طعام، فحين ذلك يعني ابتدأ الجوع يؤثر في الناس. اللهم فرج عن المسلمين يا رب، ذكرنا هذا بما يحدث لإخواننا اليوم المهجرين، هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم يعني في الخيام، الطعام قليل والمطر والبرد والثلج يفعل بهم الأفعيل، وإن كان جو مكة ما في يعني ثلج ومطر ولكن في الشمس الحارقة، كان يعني الحصار اشتد على هؤلاء المحاصرين. كان هنالك يعني بعض رجالات قريش ممن يخافون من إيذاء قريش كانوا يأتون بشيء من الطعام ليلا
ويصلون إلى باب الشعب ويدفعون هذا الحيوان. كان أكثر من يفعل ذلك هو حكيم ابن حزام، لأن حكيم ابن حزام عمته تكون من خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة بنت خويلد عمت حكيم ابن حزام وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جمع مع خديجة زوجة أخرى، حياته كلها عاش معها 25 سنة، ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم. فحكيم ابن حزام كان كل يوم أو كل يومين يعني يأتي بجمل ويحمل عليه ما يستطيع من طعام أو ما اشتراه من الأسواق، ويحمله على هذا الجمل ويأتي به ليلا، ما بده حد يشوفه، ويخف عند باب إيه؟ باب الشعب، ماشي؟ فيتفك الخطام للجمل ويضربه فيدخل إلى الشعب. فبنو هاشم وبنو المطلب يعني يأخذون هذه الأشياء الموجودة ثم يدفعون بالجمل، فيأخذه حكيم ابن حزام ويرجع به إلى بيته، وهكذا كل يوم أو يومين. في يوم من الأيام يعني جاء كأنه أبو جهل شعر بذلك، فجاء وأراد أن يمنع حكيم ابن حزام من ذلك، فواجهه المطعم ابن عدي وقال له: ما لك ولحكيم؟ قال: إنه يفعل شيئا مخالفا لما تعاهدنا عليه. قال: ومن قال لك أنه يترك عمته تموت من الجوع؟ أنت لو كانت عمتك داخل الحصار تتركها تموت من الجوع؟ فحين ذلك يعني صار سباب أو شتائم بينهما، ثم انصرف أبو جهل وتابع حكيم ابن حزام هذا الأمر بأن يدخل الطعام على هذا الشعب. ومضى عام وعام وعام، 3 أعوام وهم على هذا الحال. ابتدأ الحصار يا شباب، ابتدأ الحصار بأول العام السابع، بمحرم العام السابع، فبقي كل العام السابع والثامن والتاسع 3 سنوات حتى الحصار هذا. يعني في بداية محرم من العام العاشر صار شيء جديد. رجل اسمه هشام ابن عمر، فهشام ابن عمر هذا من بني عامر من بني لؤي، جاء إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي. انتبهوا شوي، زهير هذا عمته عاتكة بنت مين؟ بنت عبد المطلب، أخته لأبو طالب. عاتكة هاي اللي رأت الرؤيا في غزوة بدر، يوم غزوة بدر إن شاء الله بس نمر على غزوة بدر عم نحكي عن عاتكة. فعمته عاتكة وين قاعدة؟ بالحصار، ما هي؟ بالشعب. طيب، وحكيم ابن حزام عمته خديجة. فجاء هذا هشام ابن عمر من بني عامر ابن لؤي إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي وقال: والله يا زهير، يعني أنت ما صنعت شيء، أنت تترك عمتك في الحصار تموت من الجوع ولا تفعل؟ قال: يا هشام، وماذا أفعل وأنا رجل وأنت ترى ما تفعل قريش وأبو جهل؟ فقال له هذا هشام ابن عمر، يعني جاوبه زهير، قال له: أنا ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، ولكن لو كان هنالك معي ناس آخرين أو رجل آخر فلعلنا نتكلم. قال: قد وجدت. قال: من؟ قال: أنا. قال: لا، لا يكفي رجلين لهالمسألة هاي، لا يكفي، شوف انظر رجلا ثالثا. فقال: نعم. فذهب إلى المطعم ابن عدي
هلا المطعم ابن عدي كان له موقف هلا ذكرناه مع مين؟ مع ابو جهل. فجاء المطعم ابن عدي، وعليكم السلام تفضل. وجاء المطعم ابن عدي نعم، جاء هشام ابن عمر الى المطعم ابن عدي وقال له نفس الكلام، انه يا مطعم انت هنا يعني تاكل وتشرب وتفعل كل ما تريد واقاربك يموتون من الجوع. قال يا هشام وماذا اصنعنا، والله لو كنت استطيع ان اصنع شيئا لصنعه. قال بلى تستطيع. قال انا وحدي؟ قال لا، معن منك رجل اخر. قال مين؟ قال انا. قال ابغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من؟ قال زهير ابن ابي اميه. قال لا ما يكفي، انظر رجلا رابعا. فذهب هشام ابن عمرو الى ابي البختري ابن هشام وكلمه نفس الموضوع، انه نحن نجلس هنا ناكل ونشرب ونتمتع بالنساء واخواننا واولاد عمومتنا يموتون من الجوع، والله هذا يعني لا يمكن ان يحدث. فقال له يعني وماذا اصنع؟ انما انا واحد. قال معك ثاني. قال مين؟ قال انا. قال ابغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال مين؟ قال زهير ابن ابي اميه. قال ابغنا رابعا. قال قد فعلت. قال مين؟ قال المطعم ابن عدي. صاروا اربعه. قال اذا ابغنا خامسا. من شان يعني يكون لهم قوي. نعم. تعرفوا انتم يعني الحصار كان شديد كثير، يعني انا مره ذكرت لكم من شان نعرف انه الحصار هذا قديش اثر فيهم، فبعض الاطفال ماتوا من الجوع. وسيدنا سعد بن ابي وقاص مره خرج في الليل لقضاء حاجته للبول، فسمع تحت بوله قعقعة. شو القعقعة؟ صوت مثل الصوت اللي بيجي على قطعة كرتون أو ما شابه ذلك. نعم. فحين ذلك نظر في ظلام الليل شو هالصوت هذا، وإذ وجد قطعة جلد بعير. جلد بعير بيصنعوا منه اليوم زماننا، بيصنعوا منه الله يكرمكم الشباشب والنعال. فأخذوا، لا مو الحقائب، الحقائب يعني أطرى من هيك، هذا جلد سميك، هذا بيصنعوا منه النعل. فأخذ قطعة الجلد هذه وغسلها، طهرها، سبعها من البول، ثم وضعها بين حجرين وصار يدق ويهرس حتى تفتتت، ثم وضعها في إناء ونقعها في الماء، ثم بقي أياما يقتات منها، بأيام يأكلها قطعة الجلد البعير. ومنهم من أكل أوراق الشجر، قال حتى تشققت أشداقنا من النشفان. وكان أحدنا إذا أراد أن يخرج لقضاء حاجته يخرج منه مثل بعر الجمال كثر ما نشفت أمعاءه. فهي صورة من صور يعني الإيذاء، من صور الجوع والقهر والعذاب. حصار. ذهب هشام ابن عمرو يعني إلى مين؟ إلى زمعة ابن الأسود، فقال له نفس الكلام، يا زمعة أنت هنا يعني تأكل الطعام والشراب وتعيش مع زوجتك وأخواننا وأولاد عمومتنا يموتون من الجوع. فقال أيضا وماذا أصنع؟ إنما أنا رجل. قال قد صار معك رجل آخر. قال مين؟ قال أنا، هشام ابن عمرو. قال لا ما بكفي، بدنا واحد ثاني. قال معنا مين؟ قال زهير. قال بدنا رجل ثالث رابع. صاروا خمسة. فتواعدوا أن يجتمعوا مساء عند الحجون، اللي بيعرف مكة بيعرف الحجون. اجتمعوا ذلك في ذلك الليل وقالوا نحن ما عاد نتحمل هالقطيعة لإخواننا وأولاد عمومتنا. فقال زهير ابن أبي أمية أنا غدا سآتي في الصباح وأنا أكون أول المتكلمين، فإذا تكلمت
بده يلتقى مين يرد يعني علي، وغالبا سيكون الرد من أبو جهل، فأنتم تعينوني على ذلك. وتواعدوا واتفقوا أن يجلس، يعني ما يجلسوا هيك جنب بعضهم مثل أخواننا قاعدين على الكنباية هيك جنب بعض، لا، واحد يجلس هنا، واحد يجلس هنا، واحد هنا، كل واحد يعني منطقة من المسجد. فدخل زهير ويعني مغتسل متعطر متكحل ولابس يعني الحلة الجديدة، بين أنه في شيء بالموضوع. فطاف بالبيت 7 أشواط ثم وقف عند باب الكعبة، قال: معشر قريش، معشر قريش، إلي إلي، خير إن شاء الله. فاجتمعوا إليه فقال: والله هذا أمر ما رضيناه ولم نرضى به، كيف نحن نأكل الطعام ونشرب الشراب ونعيش مع أزواجنا وأولاد عمومتنا وأبناء أخوتنا يموتون من الجوع؟ والله هذا لا يكون، وهذا أمر ما رضيناه ولن نرضى به، ولن أجلس حتى نخلع هذه الصحيفة، لأنه هني كتبوا الصحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، واللي كتب أن اسمه بغيض، وهذا بغيض دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يمينه التي كتب بها. فقال: نحن نأكل الطعام ونعيش وأخواننا وأولاد عمومتنا يموتون من الجوع، والله هذا ليس بالنصف ونحن لا نرضى على ذلك. فقام أبو جهل وقال: بل كذبت يا زهير، نحن هذه الصحيفة كتبناها ووقع عليها رجال من قريش وما أحد اعترض. فقام زمعة ابن الأسود وقال: والله ما كذب إلا أنت يا أبو جهل، أنت الكاذب مو زهير، ونحن لم نرضى هذه الصحيفة. فالتفت بده يرد على زمعة ابن الأسود، فقام من هنا المطعم ابن عدي وقال: صدقا وأنت الكاذب يا أبو جهل. والتفت على الثالث بده يرد عليه، فقام يعني اللهم صل على سيدنا محمد هشام ابن عمر وقال نفس الشيء، فقال: لقد صدقوا وكذبت، والله ما رضينا بهذا. وقال هذا الكلام حتى يعني حين ذلك تشجع الناس وصار يعني أول شيء هدولي الخمسة كل واحد حكى، ثم إن الناس صاروا كل واحد يقول: والله ما رضينا هذا، والله ما رضينا هذا، والله ما رضينا هذا. قال أبو جهل شو قال؟ قال: هذا أمر دبر بليل. هاي يعني المسألة ما هلا صارت، هاي المسألة محبوكة من قبل ودبر بالليل. هنا جاء أبو طالب، وكان أبو طالب يعني أراد أن يخرج يعني إلى في أول العام يعني، وعند الصباح يخرج من الشعب إلى مكة إلى عند الكعبة. فقال: يا قوم قفوا، إن ابن أخي البارحة أخبرني أن الله تعالى أخبره أن هذه الصحيفة لم يبق منها إلا كلمة واحدة: باسمك اللهم. وإن الآرضة الدودة التي تأكل مثل هذا، وإن الآرضة قد أكلتها، فانظروا إن وجدتم ذلك صحيحا فاتركونا واتركوا ابن أخي يبلغ دعوته، وإن كانت غير ذلك سلمناه إليكم. فقاموا فتحوا باب الكعبة وقاموا إلى الصحيفة فوجدوا ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الآرضة قد أكلتها، ما تركت منها إلا قطعة بسيطة مكتوب فيها: باسمك اللهم. فهذا يعني هذه 3 سنوات كانت من أشد السنوات على المسلمين، حتى على كل بني المطلب وكل بني هاشم. خلال 3 سنوات من الجوع والفقر والحر، وكان أبو طالب يعني خلال الحصار هذا كان ظهر منه يعني حب لا يوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، كان
يترك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل، يقول يا محمد نام في فراشك، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم لينام في فراشه، فما يمر إلا وقت قليل وأبو طالب يرى أن الناس قد ناموا، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظه، قل قم، ويأخذ بيده ويقول نم هنا بالفراش، مين؟ يا أما بفراشه إله، يا أما بفراش أحد أولاده. فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم بفراش أبي طالب، يروح أبو طالب وينام بفراش محمد صلى الله عليه وسلم، أو أحد أولاد أبو طالب يعني يقوم وينام النبي صلى الله عليه وسلم بفراشه، وذاك الرجل ينام بفراش محمد. ليه الحركة؟ قال أن يعني أبو طالب من شدة خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع نفسه أو أحد أولاده فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما يتسلل واحد في الليل ويعرف أنه هذا هون فراش النبي، أو يريد أن يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيضع أبو طالب نفسه فداء للنبي، يضع أحد أولاده فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة من صور الحب التي لا مثيل لها، أنه يضع نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني أبو طالب انتهى الحصار، ويعني جاوز 80 من عمره. الحصار أيمت انتهى؟ بأول محرم من السنة العاشرة، هاي السنة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن. فعاش أبو طالب بعد الخروج من الحصار 8 أشهر أو 9 أشهر. فإذا قلنا 8 أشهر، فتوفي قبل رمضان بشهر شعبان توفى أبو طالب، وبعد 10 أيام توفيت خديجة. فإذا كان مات أبو طالب في شعبان، ففي أول رمضان توفيت خديجة رضي الله عنها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام بعام الحزن، يعني كأنه عام كامل من الحزن يعني شدة ألمه صلى الله عليه وسلم على هذين الشخصين. فأبو طالب كان يعني حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يستطيع أحد أن يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة كانت وزيرة الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من خارج البيت، يدخل يعني متأثر أو متألم مما صنعت قريش، فإذا به بها يعني تمسح عنه هذا الألم وتصبره وتقول له يا ابن عمي، هكذا الرسل، هكذا يعني، ويتحمس، فيجد أن مواساة خديجة رضي الله عنها تمسح عنه هذا الألم. هنا عندنا صورة، أبو طالب يعني مرض أياما قبل وفاته. هؤلاء زعماء قريش اللي نحن يعني نذكر منهم دائما، هؤلاء اللي هني يعني مساويين زعامي، أبو جهل وأبو لهب. صحيح هون نسيت لكم أنه أبو لهب الوحيد من بني هاشم بني عبد المطلب اللي ما رضي يدخل بالشعب، معتبر حاله أنه هو خارج هذا القوس وخارج هذا الشعب وأخارج الاتفاق مع بني المطلب وبني هاشم، فبقي خارج الشعب مع كفار قريش. اجتمعوا هؤلاء زعماء قريش، قلنا أبو جهل، أبو لهب، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبو سفيان، أمية بن خلف، هكذا في رواية 14 رجل، في رواية أكثر. قالوا انظروا هذا أبو طالب يعني على فراش الموت مريض، ورجل كبير في السن تجاوز 80، يعني هالمرضى هاي يخرج منها ولا يتوفى؟
ماذا تصنعون؟ قالوا نذهب إلى أبي طالب ونقول له، يعني أن يجمع بيننا وبين ابن أخيه، ونأخذ منه ونعطيه، عسى أن يكون أفضل من أن تقول عنا العرب أنهم انقضوا على محمد. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، انقضوا على محمد بعد وفاة عمه، لا خلينا نتفق نحن وياه. فانطلقوا وجاءوا إلى أبي طالب. ماذا تريدون؟ قال يا أبا طالب، نحن نرى ما أنت به من هذا الأمر، أنت على يعني وشك الموت وشك الرحيل، وجئنا نطلب منك أمرا، تفضلوا شو بدكم؟ قال تجمع بيننا وبين ابن أخيك ونعطيه ونأخذ منه، عسى أن يكون بيننا وبينه صلح فلا نختلف بعد ذلك، وهذا خير لنا وله. قال نعم الرأي. فأرسل أبو طالب رسولا من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن عمك أبا طالب يريدك وعنده وجوه قريش. فقام صلى الله عليه وسلم ودخل على عمه، كأنه أبو طالب جالس يعني في صدر المجلس، موجود له فراش، وأراد أن في مكان يعني جنب أبو طالب فارغ، فقفز أبو جهل وجلس حتى لا يعطي هذا المكان لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن جلس قريبا من الباب، فقال له أبو طالب من بعيد، قال يا ابن أخي، هؤلاء وجوه القوم، وجوه قريش، وجاءوا يأخذون منك ويعطونك حتى لا يكون خلاف بينك وبينهم من بعدي، حتى ما يكون خلاف بينك وبينهم من بعدي، فما تقول؟ قال يا عم، أنا أقول مسألة واحدة أو كلمة واحدة، كلمة واحدة يقولونها، إذا قالوها ملك العرب وخضعت لهم العجم. فصاروا ينظرون بعضهم ويقولون كلمة واحدة إذا قلناها يعني نملك العرب ويعني تدين لنا العجم، شو هالكلمة هاي اللي يعني كلمة عظيمة جدا، حيث أنه نستطيع أن نملك العرب وتدين لنا القبائل العجمية. فقال أبو جهل كلمة واحدة وأبيك، وعشر كلمات، شو نحن بيناتنا كلمة، وأبيك وعشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله ودعوا ما سواه، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا بهم يضربون يدا بيد ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، عجيب من العجائب أنه آلهة متعددة، هني عند المنن يعني أصنام كبيرة وأصنام صغيرة، وعند المنن 360 صنم حول الكعبة، من عدا الأصنام اللي بالبيوت، ومن عدا الأصنام الكبيرة جدا اللات والعزة وهبل ومنا وإيه، كل هدول يساويهم يعني إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. الملة الآخرة اللي هن النصارى عند المنن ثلاث آلهة، أب وابن وروح قدس، فكيف يعني أنت يعني تختزل كل هؤلاء وتقول لا إله إلا الله؟ فضربوا ديدا بيد ثم قال قوموا، قالوا لبعضهم قوموا، فوالله إنه لا يريد أن يعطيكم شيئا، وانصرفوا خرجوا. كان الغرفة عبياني والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بآخر الغرفة، وهن قاموا
ومشيوا يقولون والله لا يريد أن يعطيكم شيئا. فحين ذلك التفت أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المقالة المشهورة، قال يا ابن أخي، عجيب يعني ليه ما وافقوا، والله ما أظنك أنك طلبت منهم شطاطا. شو قلت له أنت كلمة واحدة؟ ما يعني ما شغلة عجيبة ولا شغلة صعبة، كان يقول لا إله إلا الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم يا عم قلها أنت مرة واحدة، قلها في أذني، أحاجج لك بها يوم القيامة. ولو مرة واحدة يقول لا إله إلا الله، يا عم قلها في أذني. هون بعد ما طلع أبو جهل ومشي خطوات دير فطن، قاتله الله العن من إبليس. بعد ما طلع وبعد فطن أنه لا يعني لا نترك المجال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يختلي بعمها بطالب لعله يقنعه يقول لا إله إلا الله. فرجع مسرعا أبو جهل، ورجع معه عبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية كمان ابن عمته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو طالب بكون خاله. فصار يقولون هذين الاثنين يقولان لأبي طالب يا أبا طالب، أتغير أتترك ملة عبد المطلب، ملة أبوك وجدة، أتغير أو تترك ملة عبد المطلب، أتترك؟ فما زالوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم يا عم قلها مرة واحدة. وكان العباس أيضا جالس، ولكن عباس يعني ينظر بعينيه لا يتكلم. فحين ذلك كان آخر كلام أبو طالب أن قال على ملة عبد المطلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة. فكان يعني سبحان الله لإرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني إنك لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء، هكذا يعني إرادة الله سبحانه وتعالى. العباس بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت أبا طالب يحرك شفتيه ليكون يعني قال لا إله إلا الله. قال أنا لم أرى ولم أسمع، ما رأيت منه ولا سمعت أنه قال لا إله إلا الله. هذا آخر كلام يعني أبي طالب وآخر المواقف. فمات أبو طالب. بعد ذلك أيضا العباس سألوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عمك أبو طالب أحاطك بحمايته ودافع عنك دفاعا عظيما، ويعني قدم لك ما قدم من الحماية، فهل يغني عنه ذلك شيئا؟ يعني بيستفيد يوم القيامة؟ قال أجل، إني شفعت له عند الله عز وجل وسألت الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه، فهو أقل أهل النار عذابا يوم القيامة. أديش أقل شيء؟ بأن توضع في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهذا أقل شيء. ونسأل الله العافية، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأثر كثيرا بوفاة عمه أبي طالب، ولكن كمان ما مضى أيام حتى توفيت خديجة رضي الله عنها، وهذا يعني نتيجة سوء التغذية التي مرت بها خديجة وأبو طالب خلال هذه السنوات الثلاث. طبعا خديجة توفيت وعمرها 65 سنة، وأبو طالب كان تجاوز 80. يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا قبل قليل، ما نالت مني قريش حتى توفي أبو طالب.
بعد ما توفى أبو طالب يعني صار الإيذاء أشد على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي يعني فيها من الإيذاء بالفترة هاي هي حادثة سلى الجزور، تذكروا أنه جاء أبو جهل وقال للنبي وقال لمجموعته يعني إن بني فلان قد ذبحوا جزورا، بني فلان ذبحوا جزورا. العرب تأنف أن تأكل المعدة، هاي اللي يسموها الكرشة، تأنف أن تأكل معدة الجمل لما فيها من البقايا الطعام، فكانوا يرمونها كليا، فتبقى يعني القاذورات هذه والأشياء التبن اللي فيها يبقى. فقال أبو جهل: من يذهب إلى بيت فلان أو بني فلان فعندهم يعني ذبحوا جمل واضعين هذه السلة، سموها سلة الجزور، واضعينها عند الباب، مين بيذهب ويأتي بها؟ فينتظر حتى يسجد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها على ظهره. ما هي كما هي؟ مين قام؟ قام أشقاهم، عقبة ابن أبي معيط، هذا كمان قتل في غزوة بدر. فذهب عقبة ابن أبي معيط وانتظر، جاب سل الجزور وضعه في مكان وانتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بسل الجزور ووضعها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي ثقيلة لا شك، ولكن ما هي أثقل من قوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسب حساب أنه إذا رفع رأسه لعلها تنفجر أو تنفلت فتخرج منها هذه القاذورات فتكون المصيبة أكبر، فبقي صلى الله عليه وسلم ساجدا. ممن رأى هذا الموقف؟ عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يعني رجل ضعيف لا يقوى أن يدفع هذا البلاء أو هذه المصيبة، فماذا يصنع؟ هؤلاء الكفار عقبة وأبي جهل وفلان وفلان أخذوا يضحكون ومثل المغشي عليهم الضحك يتمايلون على بعضهم، كانوا 7 أشخاص يتمايلون على أنفسهم من شدة الضحك. وصل الخبر لفاطمة رضي الله عنها فجاءت مسرعة وأخذت هذا السلام من على ظهر أبيها، ثم التفتت إلى هؤلاء وسبتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه وقال: دعيهم يا فاطمة، ثم قال: اللهم عليك بفلان فلان فلان فلان، هؤلاء 7 كلهم قتلوا في غزوة بدر. هذا يعني من الإيذاءات التي نال أو لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. إن شاء الله درسنا القادم ما بعرف إن بيكون يعني برمضان أو بعد رمضان، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم نكمل منها هنا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فكر أنه يعني مكة المكرمة ما عادت يعني تصلح أن يستمر في الدعوة فيها، ففكر بالخروج إلى الطائف لعند سقيف، وهذا كلام نحن كنا ذكرناه من شأن الإسراء والمعراج، نعيده إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم